مهما بلاتي انت عاطين الكمره وجيبوا الكمره واش داخل في الحرام ولا ماشي في الحرام ولا في الحاله هذا اهضر معايا انت جاوبني كنتسنى سيدي الا كان شي اللي يعسقني الامن يجي واه 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 مؤثر على الامن يجي غديروا مسطره قانونيه مسطره قانونيه يجيو من هنا يديو هذيك بعد هذاك اللي جابها وهذيك اللي داتها وهذيك هذوك اللي جابوا قالك شي واحد المنظم شي واحد منظم قالك غادي تلاخو جينا نمتازل لها هذه جوج مرات ولا كتجي ممتازه كنغسل نشوفها بنتي اقسم بالله كنغسل من جيبي ما كنقول له اعطيني ما كنقول له شي حاجه ان شاء الله الله يكمل بخير واخا نفرسي والو ناجي نغني انا ولا هربت خويا السؤال عندكم انتم انا ما والله ما لا انا نغني النشاط انا ما عنديش مشكله انا اللي كي كانوا كيما كانوا انا جاي نشاط وصافي السلام عليكم انا جيت فرحان اني متواجد معكم اليوم سبب الحضور ديالي لهذا الحفل هذا هو جيت نشارك هاد الناس الفرحه ديالهم وهذا العمل الخيري اللي قاموا به هاد الناس كنشكرهم لانهم وجهوا لي الدعوه اني نكون متواجد في هذا الحفل هذا قربوا لي على عروسه اخرى غنيو نشطوا مع الناس معليش عزيز معليش راك عزيز هذا انا ديال بعفالطه هاني انا صراحه عاد سمعتها والصراحة هي جاتني شي حاجة اللي ماشي نورمال يعني الصراحة ما خصناش نقول لعبوا بمشاعر الناس لا الصراحة أنا ما عمري وقع لي بهذا البلان والصراحة أنت ماشي بلان الصراحة بالنسبة لهذا المفهوم يعني الإنسان خصو يكون واقعي ما ما ما, ما باغيش واحد الشخص نقولها ليه فاس ما عليك علاش نبقى نلعب ليه بمشاعره ولا نجرجره ولا شي حاجة إيوا دابا شو تدي عاد ذنوب وصافي نقول لهم الله يكمل عليكم بالخير وفرحانة اليوم بزاف علاش زعما علاش العروسة ما زالت ما عندي جواب ما طفاو التليفون انا ما عندي حتى شي فكرة هادشي كيخصهم هما